جديد مشاهدينا الكرام، ديربي العرب الذي أوفى بالوعود في مباراة الإياب وقدم صورة رائعة واستثنائية وتاريخية بتحولاته وتقلباته، مثيرا ابتدى بهدف في الدقيقة 12 من نقطة الجزاء لصالح فريق الوداد، سجله بطريقة رائعة اللاعب محمد نهير. الشوط الأول انتهى بهذه النتيجة، وسريعا استطاع الرجاء العودة عن طريق مسار المتولي أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 50. الوداد عاد للتقدم في الدقيقة 56 عن طريق رأسية حسوني البديل، بعد ذلك استطاع مضاعفة النتيجة عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 59 قبل أن يسجل الوداد الهدف الرابع في الدقيقة 72 عن طريق بديع وسط احتجاج من مدافعي الرجاء. في الدقيقة 72 الجميع اعتقد أن المباراة انتهت، إلا أن البديل حميد أحداد كان له رأي آخر، هدف كقبلة إنعاش أعاد به الأمل لفريق الرجاء البيضاوي الذي قلص الفارق في الدقيقة 74 قبل أن يحتسب حكم المباراة الذي تألق في إدارتها المصري محمود البنا ركلة جزاء نفذها بنجاح ورد فيها حسن متولي على محمد نهيري في الدقيقة 88. وفي الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا للطائع الكونغولي مالانجو يكشف عن نفسه، يرد على خالد بيومي وسيل كبير من المنتقدين ويسجل الهدف الأغلى للرجاء لربما في عام 2019، يمنح الرجاء بطاقة الوصول إلى دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.